بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في هذا المقطع إن شاء الله سنحاول شرح ما أمكننا ذلك عن المبادئ البسيطة لمفهوم المصفوفة والمحددة. تعرف المصفوفة الميتريكس بأنها مجموعة من القيم، قيم أعداد أرقام سالبة موجبة لكنها يعني أعداد حقيقية، مرتبة في صفوف روز وأعمدة محددة معينة، تحصل في قالب رمزي، إما يعني يكون قوس مكعب أو parenthesis اللي هو يكون على شكل هلال. والمحدد المصفوفة تعطى اسما محددا A B C، المحددة عين جيم لام عين وهكذا. يمكن إجراء العمليات الرياضياتية عليها من أجل الوصول إلى نتيجة محددة. مثال المصفوفة، المصفوفة A على سبيل المثال، A هنا A تتكون من 4 عناصر، هناك صفان وعمودان، العنصر الأول A11، العنصر الثاني A12، العنصر الثالث A، طبعا A11 اللي هي الصف الأول عمود أول، هنا A12 الصف الأول عمود الثاني وهكذا، هنا الصف الثاني العمود الأول، الصف الثاني والعمود الثاني، فـ A11 A12 A21 A22 كل واحد من هذه العناصر يشير إلى موقعه في المصفوفة. فالمصفوفة إيه؟ أوكي؟ هنا القيمة الأولى أو العنصر الأول من المصفوفة، الآن الصف الأول 1 الأحمر هذا، والعمود الأول 1 الأزرق، عندي الصف الأول الأحمر والعمود الثاني الأزرق وهكذا طبعا، والقالب اللي هو عبارة عن القوس المكعب هذا اللي حتى يعني يعطي شكل معين، وفي بعض الأحيان لا نضع القالب لكن مرات مهم جدا حتى لا تختلف وتضيع الأرقام علينا. أبعاد المصفوفة matrix dimension، كل مصفوفة لها أبعاد معينة، فمثلا المصفوفة A التي تتكون من A11 A12 A21 A22 اللي هي 2 في 2 في هذه الحالة، نقول بأنها أول شيء مربعة، أول يعني صفة مثبتة أنها مربعة، يعني تقرير أصفاء مش تقريبا تحديدا عدد الصفوف يساوي عدد الأعمدة، تكون من بعدين أي من صفين وعمودين، وقد تأتي طبعا أي مصفوفة في الدنيا تأتي بأبعاد مختلفة من حيث عدد الصفوف والأعمدة. وعلى سبيل المثال نواجه في حياتنا أشكال خاصة من المصفوفات تسمى متجهات أو الفيكتورز، منها على سبيل المثال المتجه B والمتجه وهو متجه صف B، في هذه الحالة يتكون من صف واحد وثلاثة أعمدة، الصف يعني صف واحد يتكون من B11 B12 B13 هذا الصف، أما كل عمود بيختلف، العمود الأول يتكون فقط من عنصر واحد B11، العمود الثاني يتكون من عنصر واحد اللي هو B12، والعمود الثالث يتكون من عنصر واحد اللي هو B13. أو ممكن يأتي المتجه على شكل عمود، مثلا العمود C يتكون من صفين وعمود واحد، الصف الأولاني C11 الصف الثاني C21، لكن العمود هو عمود واحد، فهذا عندي الآن متجه الصف B وهذا متجه العمود C، هذا B وهذا C. الآن العمليات الرياضياتية التي نقوم بها على المصفوفات متعددة، منها أن تضرب المصفوفات مع بعضها البعض، إما ضربا قبليا نسميه إحنا pre multiplication، يعني إذا كان في عندي A مضروبة في B، A سبقت B فنقول الضرب القبلي بمعنى A سبقت B، أما إذا B سبقت A فنقول A ضربت ضربا بعديا، يعني تسبقها B بالحالة هاي، فإما ضربا قبليا أو ضربا بعديا pre multiplication أو post multiplication تحت شروط معينة، لا يمكن أن تضرب المصفوفات هيك على عواهنها بدون شروط معينة، وتقسم على كميات ثابتة، أي مصفوفة يمكن تقسيمها على عدد ثابت، رقم ثابت، كمية ثابتة ما عدا الصفر والرقم غير الحقيقي. وتنقل المصفوفة، هاي من العمليات المهمة جدا اللي بنجريها على المصفوفات، تنقل transpose to be transposed، أي تنقل صفوفها مكان أعمدتها وأعمدتها مكان صفوفها. مثال على ضرب وقسمة ومقول المصفوفات، لنفترض وجود المصفوفتين A و B الآتيتين،
A اللي هي تتكون من صفين وعمودين، B تتكون من صفين وعمودين، عندي A اللي هي تتكون من A11 A12 A21 A22، كل عنصر حسب موقعه من الصف والعمود. فهذا الصف الأولاني، العمود الأولاني، الصف الأولاني، العمود الثاني، الصف الثاني، العمود الأولاني، الصف الثاني، والعمود الثاني، وهكذا بالنسبة ل B. فكل واحدة منهم تتكون من صفين وعمودين، وعادة ما نضع هذه الأبعاد تحت المصفوفة عندما نتعامل معهم. لابد أن يكون حتى نستطيع ضرب أي مصفوفتين مع بعضهم البعض، لابد أن يكون عدد أعمدة المصفوفة الأولى A اللي هي ضربت ضربا قبلي، يعني A مضروبة في B ضربا قبلي، يعني A سبقت B، عدد أعمدة المصفوفة A مساويا لعدد صفوف المصفوفة الثانية B. فعندي هنا عدد الأعمدة عمودين، نبدأ بالصف، احنا هذا الصف الأول الصف الثاني، العمود الأول العمود الثاني، فيجب أن يكون عدد الأعمدة في المصفوفة الأولى مساويا لعدد الصفوف 2 في هذا في المصفوفة الثانية، وهذا الشرط متحقق في هذا المثال طبعا. فتكون نتيجة ضرب مصفوفة بأبعاد مساوية لعدد الصفوف الأولى، كما نراها هنا عندي عدد الأعمدة هنا يساوي على الصفوف هون، فمعنى ذلك أنه الشرط تحقق، يمكن لنا أن نضرب A في B. أما النتيجة فتكون 2 في 2، فهذا شرط الضرب تحقق، وبتكون النتيجة بالحالة هاي نتيجة الضرب 2 في 2. الآن نتيجة الضرب تسمى عملية ضرب المصفوفة A بالمصفوفة B ضربا قبليا كما ذكرنا سابقا، وتتم عملية الضرب كما يلي: عندي A في B، A سبقت B، يضرب الصف الأول اللي هو هذا الصف، هذا الصف، بالعمود الأول اللي هو هذا العمود، يعني الصف الأول من المصفوفة A مضروب في العمود الأول من المصفوفة B، فتكون نتيجة عملية الضرب الأولى كما يلي: الآن A11 مضروب في B11، نأخذ الإشارات بعين الاعتبار دائما وأبدا، يضاف إلها الآن A11 في B11 ضربة، يضاف إلها A12 في B21، بيطلع عندي هون النتيجة، بتكون نتيجة سكيلر، يعني معناها كمية ثابتة، كمية ثابتة قد تكون 5 ناقص 10 50 1000 مهما كانت النتيجة، فبتكون كمية ثابتة. توضع هذه النتيجة وهي السكيلر 1 في الخلية الأولى للمصفوفة الناتجة، راح يطلع عندي نتيجة حسب ما ذكرنا قبل قليل. دعني أعود بعد إذنكم، إنه الآن هذا شرط الضرب 2 في 2، هنا عدد الأعمدة يساوي عدد الصفوف، فالنتيجة بتكون 2 في 2، لأنه يعني هذه النتيجة مهما كانت، المهم الشرط تحقق. افرض أنه هاي كانت 5 في 10 فبتكون 50 بالحالة هاي، كانت 3 في 4 بتكون 12 وهكذا. فالنتيجة بتكون بالحالة هاي، دعني أعود حتى نرسخ الفكرة. الآن يضرب هذا الصف في هذا العمود، وبتكون النتيجة كما يلي: الآن إنه A11 في B11 مع أخذ الإشارة بعين الاعتبار، زائد A12 في B21، هذه تنتج عندي هذا الكمية اللي هي سكيلر، مهما كانت قيمتها، المهم أنها ليست عددا خياليا أو معقدا، فهو رقم حقيقي أو عدد حقيقي. فتوضع هذه النتيجة في الخلية الأولى كما نرى هنا، هذا عندي الخلية الأولى، هذه الخلية الثانية، الخلية الثالثة، الخلية الرابعة، فالخلية الأولى هي هذه الخلية، هذا الرقم أو هذه النتيجة توضع في هذه الخلية، وهكذا لبقية عمليات الضرب. مثال على ضرب المصفوفات، نفترض انه A و B موجودتان، عندي A 5 7 2 10، B 2 1 5 8، فبتكون النتيجة كما يلي: 5 في 2 زائد 7 في 5 45، 5 في 1 زائد 7 في 8 بيطلع عندي 61، 2 في 2 زائد 10 في 5 يساوي 54، واخيرا 2 في 1 زائد 10 في 8 82، يعني تم ذلك كما يلي:
لاحظوا لي انه الصف الاول في العمود الاول اعطاني هذا الحكي 45. الان الصف نفسه هذا في العمود الثاني اعطاني 61. الصف الثاني مع العمود الاول اعطاني 54. واخيرا الصف الثاني مع العمود الثاني الاخير يساوي 82. وهكذا لبقية عمليات الضرب اذا كانت يعني المصفوفات من ابعاد مختلفة. فعندي هنا 2 في 5 نتجت، بس للتذكير لاحظوا العملية هنا، ارد اعيدها، 2 في 5 او 5 في 2 هي 5 في 2. نلاحظ العملية الثانية هنا، هاي 7 في 5 نتجت عن 7 في 5 هون. اوكي، الان مثال على منقول المصفوفة. نفترض وجود المصفوفة A الآتية، A تساوي 5307. يكون منقول المصفوفة A يرمز لها بالA prime أو transpose، بنسميها A transpose. هاي المصفوفة A، المنقول تبعها يسمى A transpose أو منقول المصفوفة، كما يلي: يصبح الصف عمود ويصبح الصف عمود. فالصف الأولاني أصبح العمود الأولاني، والصف الثاني أصبح العمود الثاني في A transpose. ما تم هو تبديل الصفوف مكان الأعمدة أو الأعمدة مكان الصفوف. مثال على منقول مصفوفة ثلاثية، نفترض وجود المصفوفة B الآتية: B تساوي 291 042 710. منقول B اللي هو B ترانسبورد، هذا الصف 291 أصبح العمود الأولاني 291، الصف الثاني 042 أصبح العمود الثاني في الترانسبورد 042، واخيرا الصف الثالث والاخير 710 اصبح العمود الاخير من بي ترانسبوز 710. وهكذا تبي عندي هذه المصفوفه بي والمنقول لها اللي هو هذه اللي هي بي ترانسبوز. مثال على ضرب المصفوفات، لنفترض وجود المصفوفتين اي وبي الاتيتين. عندي الان المصفوفه اي مصفوفه بي، مصفوفة A 291 042 710، B تساوي 301 121 215. لأن الآن عمليات الضرب طويلة، سنختصر فقط النتيجة هنا ب يعني عمليتين ضرب. يكون حاصل الضرب القبلي أي A في B للخليتين الأولانيتين، يعني هاي الصف الأولاني في العمود الأولاني والصف الأولاني في العمود الثاني، كما يلي: نلاحظ 2 في 3 زائد 9 في 1 زائد 1 في 2 يساوي 17. ونفسه الآن 2 9 1 مضروب كصف بالصف الأولاني من A مضروب في العمود الثاني من B، 2 في 0 زائد 9 في 2 زائد 1 في 5 يساوي 19. وهكذا للبقية. مثال على ضرب المصفوفات، نفترض وجود المصفوفتين A و B. اخترنا الآن المصفوفتين بيختلفوا بالأبعاد، هون صفين في عمود، هون عمودين في صف أو ثلاث صفوف بها. نبدأ بالصف بالأول، الصفين في ثلاثة أعمدة، وهنا ثلاثة صفوف بعمودين. فإن A في B الصف الأولاني 1-0-2 مضروب بالصف بالعمود الأولاني 3-1-0 يعطي 3. ونفس الصف الأولاني مضروب في العمود الثاني بعطيني 15. عدد الصف الثاني في العمود الأولاني بعطيني 22. وأخيرا الصف الثاني من A مضروب في العمود الثاني من B بعطي 51. مثال على قسمة المصفوفات، تقسم المصفوفات على كمية ثابتة سكيلر باستثناء الصفر أو أي رقم غير حقيقي. فمثلاً A المتكونة من صفين وثلاثة أعمدة 1-0-2-5-7-1، إذا قسمناها على 2 فإن A على 2 1-2 يساوي نص، 0-2 يساوي 0، 2-2 يساوي 1 صحيح، 5-2 2.5، 7-2 3.5، و1-2 يساوي 5. ما يعني الآن أنه قسم فقط على كل عنصر من عناصر A مقسم على السكيلر اللي هو 2 بالحالة هاي. محددة المصفوفة،
تحسب محددة المصفوفة إذا كانت المصفوفة مربع square matrix كما يلي. لنفترض وجود المصفوفة A اللي هي A تكون من صفين وعمودين، الصف الأولاني 5 و3، الصف الثاني 0 و7، فإن محددة المصفوفة A هي حاصل ضرب الأعداد التي وردت أو أتت بموقعها عن القطر الرئيسي، هذا هو القطر الرئيسي، من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، والقطر غير الرئيسي هو المعاكس له. فالآن 5 في 7 = 35 ناقص 0 في 3 = 35 determined to be. ما قمنا به كان ضرب عناصر القطر الرئيسي اللي هم 5 و7 مع الأخذ بعين الاعتبار، طبعا إذا كانت إشارة سالبة هنا نأخذها بعين الاعتبار، هنا سالبة أي إشارة نأخذها بعين الاعتبار بعمليات الضرب، لكن القطر الرئيسي بنضرب ببعض نطرحه من حاصل ضرب القطر المعاكس له، فالإشارة هنا سالبة لكن بما أنه صفر فتصفرت فكانت النتيجة 35. فما قمنا به كان ضرب عناصر القطر الرئيسي 5 في 7 5 في 7 35 مع الأخذ باعتبار إشارة أي عنصر، ثم طرح حاصل ضرب العنصرين واقعين على القطر المعاكس. محددة مصفوفة ثلاثية على سبيل المثال، لنفترض وجود المصفوفة C الآتية: C تتكون من 3 صفوف 3 أعمدة، الصف الأولاني 2 1 سالب 2، تذكروا سالب 2، والصف الثاني 1 4 1، الصف الثالث اللي هو 3 1 5، العمود الأولاني 2 1 3، العمود الثاني 1 4 1، العمود الثالث والأخير سالب 2 1 5. الآن نريد أن نحسب محددة هذه المصفوفة. تحسب كما يلي: نأخذ هذا العنصر الأولاني، هذا العنصر 2، نشطب الصف الذي وقع فيه هذا العنصر والعمود الذي وقع فيه، يبقى عندي هذه المصفوفة اللي هي 4 1 1 5. فنضرب هذه 2 مع الأخذ بعين الاعتبار إشارتها بمحددة ما تبقى بعد شطب الصف والعمود، فبيطلع يبقى عندي 4 1 1 5 4 1 1 5. نحسب المحددة. الآن طرح نطرح منها ناقص، يعني ناقص 1 صحيح، مع الأخذ بعين الاعتبار إشارة هذا الواحد بما أنها إشارة موجبة فتبقى موجبة هنا لكنها سالبة. في الديترمينت أو محددة ما تبقى من المصفوفة بعد شط الصف التابع له الواحد، هذا العنصر والعمود اللي تابع له، فيبقى عندي 1 في 5 و3 في 1 زائد يضاف إلها آخر عنصر من الصف الأولاني مع أخذ إشارته بعين الاعتبار، فهو 2 سالب 2 زائد سالب 2. في الديترمينت أو محددة ما تبقى من مصفوفة بعد شط الصف الأولاني اللي تابع له، طبعا الصف اللي تابع له سالب 2 والعمود، فيبقى عندي 1 1 و3 4 1 1 3 4، بتكون النتيجة طبعا 38 بالنسبة ل 2 في محددة هذه المصفوفة، ناقص 2 اللي هي سالب 1 في محددة هذه المصفوفة، زائد 20 اللي هي سالب 2 في محددة هذه المصفوفة، بتكون النتيجة النهائية 56. ما قمنا به وهو آخر ما نتحدث عنه بهذا السياق، ضرب العنصر الأول 2 هنا من المصفوفة مع إشارته بالمصفوفة المتبقية بعد شطب الصف والعمود، الصف نشطبه والعمود اللي تابع له هذا العنصر. والآن ثانيا طرح العنصر الثاني اللي هو هنا مع أخذ إشارته بعين الاعتبار، ونشطب الآن الصف التابع له والعمود اللي تابع له، يبقى عندي 1 هنا الصف والعمود، تم عندي 1 5 3 1 وهكذا. وأخيرا رقم 3 يعني الخطوة الثالثة، نجمع 2 مع أخذ إشارتها بعين الاعتبار ونضربها بما تبقى من مصفوفة بعد شط بالصف اللي تابع له 2 والعمود اللي تابع له 2 اللي هي 1 1 و3 4 وهكذا حتى ينتج عندي 56.
يمكن لنا أن نحقق نفس النتيجة إذا أخذنا الصف الأول كما فعلنا هنا، أو العمود الأول، أو الصف الأخير، أو العمود الأخير. المهم عندما نأخذ أي صف أو عمود، نأخذ كل عنصر ونشطب الصف والعمود اللي تابع له هذا العنصر ونضربه بما تبقى من مصفوفة، وهكذا. لو نجردها إن شاء الله يعني بتكون النتيجة نفس 56 مهما كانت الأعمدة أو الصفوف التي بدأنا منها. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وإلى مقطع آخر، والسلام عليكم.